مرحبا بكم لزربيا، عسلامتكم لكونسي متاع دزير. ان شاء الله عامكم مبروك مبروك على الجميع، وبالحق باش تكون بدايه مزيانه ليكم انتوما دزيريه. اللي يصبر ينال واللي يجتهد يصيب ان شاء الله. من جد وجد ومن سار على الدرب وصل. الحمد لله عليكم اللي توا باش تحل السياج جديد في دزير العاصمه باذن الله ان شاء الله. وخلال الايام باش نكشفوا على التريس نتاع السياج بالطبيعه بالطبيعه. هذه هي الباج اوفيسيال نتاعكم بالطبيعه، عندكم فيها كل شيء، فيها المنتوجات ديسبونيبل في بلادكم، وعندكم الكتالوج نتاعكم، وهذا الفيديو بتاع خطاب صادق العريبي يحكي فيها على السياج نتاع الجزائر وكيفاش. بالنسبه للافتتاح باش يبدا نهار 4 جان في 2021، وتنجموا تعديو فيها لي كوموند نتاعكم وتقدوا فيها الامور نتاعكم، او ما تنجموا تعديو كان لي برودوي ديسبونيبل في بلادكم كتالوج جزائري. وبالطبيعه اللي بدل بطاقته دي زاد وهبط وحط تصوير بطاقه تعريفه البيومتريه تاع الجزائر، بالطبيعه باش تكون اموره واضحه وباش يلقى الكونت نتاعو بي ديكزيرسيس الجيري بالطبيعه. وبالنسبه للجزائري مقيم في تونس ينجم يريكلامي ويقول راني انا مقيم في تونس ترجعوني بي ديكزيرسيس تونيزي، اما تحب لها راي بروسيدور شهر الحكايه هذه به. وعندكم زيد حاجه اخرى، الليز ريزون والسياج باش يتحل امام العموم نهار 9 جان في 2021. نهار 9 جان في باش تستلموا الكوموندات نتاعك اللي تعديوها في تساير، مش لي كوموند اللي عديتوها وخليتوها امانه عند القاده نتاعكم التوانسه، خاطر القاده نتاعكم التوانسه بالطبيعه باش يسلموا لكم الكوموندات نتاعكم وقت اللي تتحل الحدود بالطبيعه. حاجه اخرى نحب نحكيو عليها، عندكم زيد موقع خاص بكم انتم الدزيريه، كيما احنا عندنا موقع فيهم البرودويت نتاعنا، عندكم انتم موقع كوميرسيال هي ارفيا الجيري. تدخلوا تعملوا راكم www.rva-6-algérie. هاو هذايا تلقاو فيه كل شيء. وبالطبيعه مازال السيت ناقص مانتونونس، وباذن الله باش يصير برشا مانتونونس باش يولي عندكم كتالوج نيميرو 1 بي دي اف سوفون بي دي اف ان شاء الله. وهذوما لي برودوي نتاعكم ديسپونيبل في بلادكم، هاهما لي برودوي كوزميتيك ديسپونيبل في بلادكم، هذوما هما. بالطبيعه ان شاء الله غدوه نحل كونت تاع واحد الجزائري، نوريكم لي كوموند ان هما البرودوي تنجمو تعديهم. توا في الوقت الحالي لي بارفان ولي كومبليمون اليمونتير ولي ماكياج ماهمش ديسپونيبل في الجزائر، خاطر نتوما مازلتو في البدايه، والبدايه نتاعكم راهي خير برشا من البدايه نتاعنا في تونس بالطبيعه. هذه الموقع نتاعكم، هذه كتالوج نيميرو 1 باش تحلوا بي دي اف، وهذه ديكوفري لوبورتونيتي باش تعرف شنو هي الفرصه. هذه انسكريبسيون الجيري، اذا واحد ما عرفش كيفاش يقيد ما لقاش شكون باش يقيدو يدخل اسمه لقبه ويدخل كل شيء. من بعد الشركه تكلم واحد من زالين ماتور ليدر ولا اكثر ولا ماناجير، يقول ثم الشخص يحب يقيد في ارفيا وانت جدير باش يتقيد معاك. وعندي زاد حاجه اخرى، هذا اسباس كونسي تو مسكر اسباس كونسي، غدوة تتحل ان شاء الله للعموم سواء الشركاء التوانسه ولا سواء الشركاء الجزائريه. بالطبيعه تو باش ندور معاكم في حكايه الكتالوج. أول حاجة كتالوج تزيري، بالحق أول كتالوج عندكم في بلادكم خير من الكتالوج نتاعنا الأولاني بألف مرة، خاطر إحنا البداية نتاعنا كانت 12 برودوي، وأنتم البداية نتاعكم أكثر من 30 برودوي، إختلاف كبير برشا في لي برودوي. أول حاجة نوريك مثلا الكوفرتور تاع كتالوج نيميرو 1 نتاعكم، هذه الصفحة القدامية تشوفوا فيها تصوير الفونداتور نتاع ارفيا هو سي صادق العريبي اصيل ولاية نابل، تحية ليه. وبالطبيعة زاد عرف بارفيا نتاع الجزائر في اطار التوجه نحو العالمية
راهن الأرفياء على السوق الجزائرية نظرا لموقعها الاستراتيجي من حيث قربها الإقليمي، علاوة على العلاقة الوطيدة بين البلدين الشقيقين وما يجمعهم من روابط تاريخية وحضارية عريقة. بالطبيعة أرفيا تقترب من موزعها الجزيرية، وبالطبيعة أكس أعلى جراد توا في الجزائر وصلوا لها توا مناجير روبي، تحية الكوتش حناشي من ولاية عنابة اللي هو سن مناجير روبي، وزاد تحية لشركائي أماني كروت ودعاء العسلوني اللي هما من ولاية سكيكدا في الجزائر. بالطبيعة إن شاء الله تكون البداية نتاعكم مزيانة على الآخر. هذه القصة نتاعكم، القصة نتاع البرودوي. تأسست الشركة أرفيا عام 2013 على يد السيد العريبي، كانت فيها 12 برودوي، منها ويل داردون، ومنها جيل الوفيرا، ومنهم لي سافون، ومنهم كريم دي نوي، منهم كريم دي نوي إلى غير ذلك. وبالطبيعة احنا عندنا لي كاتر ليني في تونس، أما انتم في الجزائر تكون بداية نتاعكم لينيا واحدة، من بعد إن شاء الله تولي عندكم لي كاتر ليني كيف نحنا الأشهر الجايين. لينيا نتاعكم انتم بركة هي كوسميتيك، كوسميتيك أكاهو لينيا نتاعكم. بالطبيعة هذوما سو سون لي إيسونسييل لي بلونت. عندنا هذوما ألوفيرا وويل دارغون اللي تسميت عليها الشركة آر أرغون وفيا ألوفيرا، وعندنا زاد ليزيكستخي أخرين اللي استعملناهم في منتوجات أخرين، وبور دو كاريتي اللي هي زاد ثروازيام ماتيير دو باز في المنتوجات تاع أرفيا كوسميتيك. وبالطبيعة عندنا البرو فيتامين 5 بي 5، وعندنا فيتامين إي، وعندنا زاد لي سيتروس. نبدا توا بالجيل الوفيرا. جيل الوفيرا هي مستخرجة 85% من الوفيرا الخام بيور بيور. بالطبيعة جيل الوفيرا أنا واحد من الناس ما ننصحش بيه العباد اللي عندهم الحساسية كونتر الجيل الوفيرا، ننصح بيه العباد اللي عندهم اللي ساكنين في وجوههم، ننصح بيه اللي عنده الإكزيما، ننصح بيه اللي عنده جرح محلول، اللي عنده حشيك البواسير، عنده ضربة شمس، اللي خبشت، اللي قرصته ناموسة ولا قرصته نحلة، زاد يهدي زاد الحميرات على البشرة ويرطبها. في برشا فوائد جيل الوفيرا بالحق، نجم حتى تعمل كومبينيزون على زوتر اكستري. تو تنصحكم بهم تو تشوفوهم لي زوتر نصايح في الباج تاعكم بالطبيعة. وعندنا زاد ويل دارغون. ويل دارغون راه نحب نقول لكم اللي هو ماهوش متوفر حاليا راهو في بلادكم. هاك كي تقراو برودوي مكتوب فيه كومين سون، راهي معناها ماهيش متوفر حاليا، باش تتوفر معناها لاحقا في بلادكم. في بلادكم وعندك البيغ رويال. البيغ رويال راهي بازي على لوفيرا، على لوفيرا وي دارغون بيغ دو كاريتي بالطبيعه. معاها زاده ويل دو غراند غراد دو غيزان. بالطبيعة هذايا زيت قلوب العنب، هذايا حاجة باهية للشعر للوجه الأنتي ساخن. وعندك زادا باهي زادا تستعمل كيما بوما ليفل في الشتاء اللي عنده تشققات في شفايفه، هذايا حاجة بالحق على واو على الأخر طيارة. وعندك زادا كريمة بيزونت. نحب نعلمكم يا تزيري الكريمة بيزونت راهي ديسبونيبل سولمون 100 مليليتر. 200 مليلتر ماهيش متوفرة حاليا، 200 مليلتر. وعندك زادا جيل دونتيغ اللي هي إيلي برودوي دو لاني في تونس، وإن شاء الله أبيانتو كي ينال إعجاب الجزائر يولي زادا إيلي برودوي دو لاني في الجزائر إن شاء الله. هذا بالحق حاجة طيارة على الآخر، ينحي صفوري في السنين وينحي الريحة الخايبة. وبيع على الاخر جيل دونتيغ وخير حتى من الدونتيفريس اللي فيهم فلويرايد اللي يضر السنين ويسبب الفيورسيس. وعندنا زاد باند بوش. باند بوش راهي حاجه باهية فيها، ما فيها لا الكول ولا البارابين، وبتبيع بازي على الناتور، فيها المنتول وفيها زاد بلود جيرافل عود قرنفل، انتي بكتيريان انتي انفلاماتوار انتي سيبتيك، نحي حتى التعفنات في الفم. طيارة على الاخر باند بوش، انا واحد من الناس نستعمل في باند بوش. وعندك زيدا، وعندكم زيدا رولان جودوران. رولان هذاك إلي برودوي دلاني في تونس،
وابيانتو اذا نال اعجاب زاد زيريه ان شاء الله يولي لو برودوي د لاني في الجزائر. بالحق لازم تهتم بالنظافه الجسديه نتاعك باش يعطي مفعوله الرولون وتقعد الريح حتى اكثر من 48 ساعه عن تجربتي. بيان سور جيل انتيم اللي هو ينحي التعفنات في البلايص الحساسه وينحي لي شامبينيون بالطبيعه هذايا حاجه واو على الاخر. هي راهي مش تمشي عن سيبر اذا حتى تمشي حتى على الرجال تمشي على يونيسكس الجيل انتيم. وعندكم زيت صابون ميراكل. صابون ميراكل هذايا حاجه بالحق ميراكل ميراكل بالطبيعه. يقولوا ميراكل معناها اسم على جسم ميراكل ينحي الوسخ الكل في اللحم وزيد يرطب الوجه زيد ميراكل. وفيه زيت الارغان وفيه زيت الزيتونه وزيت البابونج وزيت الورق اللويز وبتبيع فيتامين او. وعندنا زيد السافون اورينتال ففيه برشا استعمالات. نجم تحطه في بين حوايجك، نجم تحطه في بيتبان وتغسل بيه، نجم تستعمله باي طريقه زي سافون اورينتال. وفيه سيس سنتور اورينتو اللي هما العود والمسك والعنبر والدقله والحبه السوداء والبخور البخور التونسي. وعندنا جيل نيتوايون. جيل نيتوايون اللي هي نظافه يوميه لوجهك، ينحي الشوائب الكل في وجهك، يحل لي بور، ينحي لك مسخ لي في لي بور في الكل في وجهك. بالطبيعه جيل نيتوايون حاجه بالحق طياره على الاخر، لكن انا ما ننصحش بيه العبد اللي عنده حساسيه كونتر لا لوفيرا. ديك حاجه باهيه الاستعمالات نتاعو تستعملو كي تقوم من النوم الصباح وقبل ما ترقد في الليل، مرتين تستعملو في النهار جيني تويون وتنشف. عندك الاوميسيلير. اوميسيلير فيه ثلاثة استعمالات، ينحي المكياج، ينحي المكياج، ينظف الوجه، وزيد ينعشو، يعمل برشا ايدغاتاسيون. اللي عنده حساسيه كونتر لا لوفيرا ويحب يعمل نيتواياج لوجهه يستعمل الاوميسيلير. الاوميسيلير نافع برشا الجلد نتاع الوجه، راه مش للنساء برك للرجال. وتستعمل زاد القطنه كيما هذه اللي موجوده في التصويره اوميسيلير. عندنا تو لي جيل دوش. انا واحد من الناس من المستعملين الاوفياء للجيل دوش. انا واحد من الناس استعملت بريسك الكل انواع الكل تاع الجيل دوش. استعملت لوريونتال، استعملت كوكو، استعملت بيفوان، استعملت الوفيرا، وعندكم زيادة معاهم الفلور دورانجي وسبايسي واوسيون. ان شاء الله باش يزيدوا لي بارفان اخرين في بلادكم في الجزائر. وعندكم زيادة ماسك اكسفوليون اللي هي نيتواياج ابدومادير. ركزوا مليح، نيتواياج ابدومادير باهي راه لجميع انواع تاع الوجه الا الوجه اللي عنده اللاكني مش باهي له ولا يتحسس من الوفيرا هذا مش بيهم. هذا كوماج للوجه وينحي لي سيلول مورت. استعمل مرتين في الجمعة خاطر يشيح برشا، يشيح برشا خاطر. وممنوع انك تستعمل الوجه اللي فيه الاكني، ممنوع خاطر يزي هو خارب لي زاكني وانت تستعمله هذا ويشيح مش باهي مش باهي. ويزيدك لي سيلول اخرين. وعندك سيس كريم. سيس كريم عبارة على اكران سولير تنتي فيه لي سيس فونكسيون. عندك هيدراتاسيون، عندك يونيفيكاسيون تاع الجلد، يصلح يعمل ريفيتاليزي معناها ينعوش الجلده ويحميها زاده ويحميها، و اس بي اف 50 بلس، وفيها زاده لالوفيرا ويل داردون والاكستري دي بلانت ناتوريل. وبالطبيعه جامي 203 عندنا الكريم اونتي تاش. الكريم هذه ان شاء الله باش تكون كومين سون ا بيانتو تخرج في بلادكم. هي حاجة طيارة على الآخر، فيها لالوفيرا، فيها التشير، فيها الويل داردون بيو اللي مغروسة في المغرب، وفيها ويل دافوكا زيت المحامي. وعندك إكستخي الغاسين دو ريغليس اللي تعرفوا الريغليس شنو هي الحلوى ريغليس، ويل دو غرين دو فيك دو باربري اللي هو الزيت نتاع قلوب الهندي اللي هو أغلى من زيت الأرغام. وعندك ويل بيبان دو غيزان هو زيت قلوب العنب. وعندك بروفيتامين بي 5 باهي ينحي الوجه، لكن باش يعطي ليفيكاسيتي تستعمل معاه
ليكرون سولير، انتم ليكرون سولير مش متوفر في بلادكم حاليا، تنجم تستعملوا سيس كريم. هاو السوم نتاعو، وفيه كل شيء، وفيه لي زاستيس الكل. معنا زاد ابخي غازاج، ابخي غازاج اللي هو ايلو برودوي د لاني في تونس. ابخي غازاج بالحق انا واحد من الناس جربته، ينعوش الجلده وحنين عليه معناها. وريحه بالحق طياره على فيها لالوفيرا ويل دارغون بيور دو كاريتي. انا واحد من الناس عجبتني على الاخر على الاخر على الاخر، كي انا نحصر لحيتي كانت تستعملها حتى في البلايص الاخرين تو الشيفولي اذا انت حجبتها معناها مش في وجهك بركه راه في الكوير شيفولي اذا انت حجمتها باش ما تعملش الحساسيه لابخي غازاج. وعندنا زاد سبراي انتي موستيك، سبراي انتي موستيك استعمال نتاعو استيفال في الصيف خاصة اللي يعاني برشا من الناموس، بطبيعة مش في الصيف بركة حتى في الشتاء، حتى في الفصول كل الناموس يدخل راهو للدار، مهما يكون بيبان مسكرة، مهما تعمل موستيكات، مهما تعمل أي حكاية، لكن ماكش باش تسلم من الناموس. هذايا تدفن بيه البلايص العريانة في لحمك، إلا رد بالك تمس عينيك، وبعد على وجهك زادا، بس ما تدفن بيه كان البلايص العريانة. هي بازية على العطر الشيء، والحبق والزنبيع. وعندك زاد كريم ميراكل، راهو للبدن ماهوش للوجه، للحم ماهوش للوجه، خاطر يشيح برشا، راهو هذاك جوست الحم، خاطر يشيح برشا الوجه، جوست الحم ينعوش الحم كيما قلت لكم. كريم ميراكل متوفرة توا عندكم انتوما كان كبيرة ان شاء الله، الميني كريم تكون ابيانتو موجودة في بلادكم ميني كريم. وعنا زاد كريم ليدين، لابد في الشتاء، تعاني تشققات، معناها تشققات كيما الشرقية كيما الصقيع كيما يحكي به، هذه الليدين يرطب ويحمي الليدين، من البرد من السخانه من العوام. وزاد به زاد للمراه اللي تغسل بها بالجافيل، وباهي زاد للرجال اللي يخدموا في المربى، وباهي للناس الكل، العباد اللي يخدموا خدمه مانيويل اعمال الشاقه، باهي الكريم ماء على الاخر. انا واحد من الناس نستعمل الكريم ماء. وعندك الكريم بي اللي عندهم ساقيهم شايحه نورمال، اللي عندهم ساقيهم شايحه ولا اللي عندهم كيما نوع تاع سقيوك الحكي، يرطب الساقي ويحميهم زاد، وتحس ساقيك فريش خفيف الكريم بي. طيب كم وعندنا زاد كريم بي تري سيك وتري ابيمي، العباد اللي عندهم تشققات في ساقيهم معناها اللي ساقيهم ما عادش، هذه باهي التشققات تاع الساقين، باهي هذيك على الاخر، خاصة اللي للنساء اللي عندهم برشا تشققات في ساقيهم والرجال زاد بسبب المشي، برشا. بالطبيعة توا ارفيا ما تكفيش انها تروج لي برودوي وماركتينغ، زاد تنصحك، زاد تعطيك نصايح، في حياتك اليومية. وعندك زاد هذه الصفحة فيها عالم كثير، وهذه الغلاف التيليني نتاع الكتالوج. طبعا حبيت نقول لكم بون ترافاي، وان شاء الله بالتوفيق والنجاح في البزنس هذا.